دلوقتي اسمها يارا عامر. عايزين نديها تحيه مميزه شويه لان هي اصلا جاست جايه لنا من جي سي عشان تتكلم قصادنا النهارده مخصوص. ماشي، دي مجرد قصة قصيرة كنت كاتباها بعنوان بالورقة والقلم. رجل واحد تحت سقف واحد يعيش ما بين عالمين كلاهما مبهم، أحدهما أرض يقضي فيها نحبه، وقد كان وقد قيل أنها عالمه الذي ينزع منه روح التفاؤل، فبين الحين والآخر يتحير إن كان ذلك الصوت الصادر آت من أحلامه أم أنه حقيقة واقعة أمامه. ظلمة المكان تهز الكيان، فلا يخطر على بال أحد لما يسلك طريقه إلى عالم كهذا. وإذ سألوك عن أرض الجنان فما هي إلا العالم الموازي، جنات وأنهار، ألوان وأزهار، نظى الصباح وإشراق الرفعة والجمال، وما هي الشمس إلا منبع الحياة. رجل واحد تحت سقف واحد وورقة وقلم واحد. تحت سقف واحد يحدث الكثير، تحت سقف واحد تجد ذلك الرجل يتقلب بين عالمي الإيجابيات والسلبيات، وهنا المغامرة. على أطراف الورقة يجلس متحيرا لا يعلم أي العالمين يسلك، فإذا به قد وقع اختياره على عالم الإيجابيات. تقتله الخيبة بسبب صدمات الحياة، يجلس وحيدا تحت سماء الظلام وقد هوت به نفسه إلى عالم السلبيات، فيتغلغل السواد في قلبه ضبابا يجعل منه أمير الاكتئاب. أمسك أخيرا بالقلم وبات يرسم، ربما يقلل ذلك من همومه بعض الشيء، جهل أن القلم سحري، فإذا برسمه لقضبان سجن تشد وثاق أفكاره. سمعت أذنيه صوت الأغلال واشتم رائحة العذاب، وإذا بعينيه لا ترى، بات جفنه ساكنا مفتوحا في الظلام، والقلب في وحدة والجسد في رجفة. هنا علم أنه من تسبب في مصيره، ولا خروج من ذلك المكان إلا عن طريق واحد. حاول البحث عن مصدر للنور فأين يجده في عالم كهذا؟ جلس يفكر هو أسير وراء قضبان خياله، فربما يأتي النور في الصباح؟ لا، لن يأتي، منبع النور لن يجرؤ على الدخول. كيف أنقذ نفسي إذن؟ وأخيرا ينطق لأول مرة في وحشته، أمسك الأغلال وصرخ: والله إني سأخرج من هنا. لم ينتبه لأمر القلم في يده حتى أن رأى نوره الباهت. خطط خطوطا خفيفة بمفتاح ففشل في تعدي البوابة الحديدية. ما الخط؟ بهت جلده والساعة الرملية ما زالت رمالها تتساقط رملة، ضعف والقلب كاد أن يموت. بدأت عيناه تدمع ويحاول التمسك بآخر قواه. سال العرق على جبينه والساعة تدق والرمال تتساقط ونور قلمه يختفي، حتى وإن دار عقله ليتمسك ويرجع به إلى الماضي السعيد. شمس تنير وشعاع يمد الأمل لكل ما هو حي، أطفال يلعبون وطبيعة باهرة. سأل نفسه في تلك اللحظة: ما منبع الحياة؟ وإذا بيده تنقش ما يبدو كشمس عملاقة. نعم، ولكن أخفق نور القلم، مات قبل أن ينهي الرسمة. هل تظن أن الرسمة تلك هي منجاته؟ لعلك قد فقدت عقلك. كيف ينجو إذا عاش في ذلك العالم القبيح؟ كان في إمكانه اختيار العالم المقابل وحسرتاه، لكنه لم يفعل. قرر نحله، مات القلم
ولم يمت هو. نعم أقصد الرجل، ألم يكن يرسم على ورقة بكل بساطة مزقها، بكل بساطة خرج من الفخ، بكل بساطة سيطر على تفكيره السلبي، وهنا أخرج ورقة واحدة وقلما واحدا ورسم حتى أشرق الجانب المهير من واقعه وانتقل إلى عالم الإيجابيات، التقى نفسه وفهمها، اختار طريقه. نعم الإيجابية والسعادة قرار. طيب دلوقتي معانا نهى مشرف هتقول لنا